مقطوع الكهرباء، فيش اشتراك، فيش موتير، فيش طاقة شمسية، ما تعت الهام. الحل موجود يا معلمي من حواضر البيت، بندورة شوية زيت وكذا، هذه شمعة مطفة أبدية. تعال تعلم الطريقة. حبة بندورة نفتحها من فوق، نعملها جورة. نجيب 2 كوردون، وكلينكس، بنلفهم بهالطريقة حتى شو صار عنا فتيل يا معلمي. لتصور بهذا الشكل نرجع من جيب زيت زيتون، لازم يكون عصر السنة، السنة القديمة ما بيمشي الحالة، ما بتضاين الشمعة. ونقطة زيت وعالتوليع يا معلمي، هاي بيكون صار عندنا شمعة بتضاين 6 أيام، 6 أيام 7 أيام حسب، وبلا كهرباء بلا اشتراك وبلا جميلة الدولة. ولهب